حيكون معانا الفتنسة اللي سمعناهم على اليوتيوب، هم يعني شغف الشباب للرياضة يعني جسدوه في برنامج فتنسة. حيكون معنا مشرفنا اليوم كابتن عماد اسكندراني، مدرب رياضي. حياك الله معانا في ساعة شباب اليوم، حتمثل الفريق كله ان شاء الله. أكيد. وايضا يعني مشرفينا في الاستوديو زملائك، ولكن بداية خلينا نسألك معنى فتنسة وليش تسمى البرنامج بهذا الاسم؟ طيب، فتنسة هو برنامج يوتيوبي رياضي. اسم فتنسة جاي من كلمة فتنس. ايوه، اخذنا الكلمة عربناها وصارت شبابية اكثر. البرنامج المفروض يكون عبارة عن مكتبة مرجعية لبعض من التمارين الرياضية. هذا زي ما سوينا في السيزون الاول، حنعلمك كيف تتمرن، كيف تاكل كويس، كيف يكون اسلوب حياتك الصحي. وفي السيزون الثاني حيكون يتعمق اكثر في حياتنا الشخصية احنا. انه مو بس مرجع التمارين نسوي 1 2 3، حيكون شخصي انا كعماد بما اني لي خبره انا والفريق. احنا طبعا فريق كل واحد له خبره اكثر من 9 8 سنين بيتمرن، فقلنا ليش ما نسوي هذا البرنامج ونتصور كلنا. فان شاء الله في السيزون الثاني حيكون متعمق في حياتنا الشخصيه، كيف كابتن عماد يتمرن، كيف كابتن بس الخبرات طبعا موزعه على حسب كل اهتمام شخص أكيد. فيكم وكل اوكي اكيد مضبوط. طب عماد، يعني انا شخص محب اني اتابع البرامج الرياضيه على اليوتيوب، ايش اهم الاشياء اللي انتم بتقدموها في برنامج فتنسة؟ أهم الأشياء طبعا طريقة التمرين كيف هي، وأهم شيء وأهم فقرة عندنا هي طريقة التغذية. وهي يمكن لو دخلت على السيرش أكثر شيء الناس يسووا عليه سيرش في خلال الترند اللي فات، كيف طريقة التغذية الصحيحة أو التغذية الصحية. عندنا في كل حلقة مقطع مختص كامل عن طبخات يومية صحية كيف تقدر تسويها في البيت بطريقة سهلة. وغير كذا التمارين والأكل. التمارين وطبعا أسلوب حيائي هو الأكل، كل شيء مربوط سوا هو. جميل. 6 أشخاص أو 6 متخصصين أو مدربين في هذا البرنامج، برنامج فتنس، كيف بتخططوا عشان تنفذوا حلقات وتقسموا العمل بينكم؟ أبدا ما هو بسيط إنه يكون في يعني 2 ويلا يتفقوا أوقات في مشروع، فما بالك 6 أشخاص وفي توزيع مهام، إيش بيصير؟ إيش السر في تكاتفكم أو تفاهمكم؟ ما في سر، احنا كلنا مجموعة اصحاب سوا. عندنا منسق معد للبرنامج الدكتور مصطفى العطاس. حلو، اصحاب. يعني دقيقة، خلينا نقول ممكن نقطة قوتكم في انكم اصلا اصدقاء في البداية. حلو، مظبوط. ايوه، وهذا الشيء اللي جمعنا على الفكرة الأساسية. فبنجلس مع المنتج فبنقسم المواضيع زي أي سيناريو وحوار أو أي برنامج تلفزيوني. فتتقسم التمارين، طريقة التغذية، ايش الأكلات، كله يبغى له تحضير، من طريقة التغذية، من طريقة المكملات الغذائية، كل حاجة. وبعد كذا بنشوف مين اللي طلع في الحلقه الفلانيه ومين يغطي عنه. مثلا انا موجود، غيري يغطي. بعض الاحيان كلنا نطلع في حلقه واحده بنادي تمارين كامله بس يكون في مقدمين مختلفين. بس لابد تكون مجدوله، لانها يعني خلينا نقول ثابته حتكون على اليوتيوب، ما هو برنامج ديلي شو عشان يكون صحيح. صحيح، ايوه. حلو. طب عماد، يعني بصفتك موديل وواجهه لبعض الاعلانات التجاريه، يعني هل تحس انه الرياضه بتعطيك الكثير من الثقة في النفس ومن حيث المظهر؟ أكيد طبعا. طبعا شيء ضروري، وأكيد طبعا الرياضة حسنت بكل كده صراحة وشفافية، حسنت من وقفتي، يعني وقفتي قدام الكاميرا، ظهري كان مايل أتصلح، طريقة التغذية خلت شكل وشي يكون فت أكثر قدام الكاميرا. طبعا التغذية الصحية تتكلم طبعا. طريقة التغذية تخلي حتى نظارة البشرة، إذا انك تاكل طبعاً اكل صحي ومويه على طول نظارة البشرة تختلف، فطبعا فاد معايا كثير. احنا بنشوف طبعا معانا الان كابتن ادريس فريمبان، هو يعني بيقوم ببعض التمارين اللي تعتبر شوية صعبة، يبغى لها لياقة عالية. واتوقع انه مو كثير من الشباب اللي يقدروا يسووا هذه التمارين، لازم يكون عندهم يعني يكونوا بروفيشنال في هذا المجال. صح. مو مبتدئين، صحيح؟ ايه صح. احنا كمان في هذا البرنامج، لانه دائما مفهوم الرياضه عند الشباب السعودي انه هو صاله حديد وشيل اوزان. احنا بنحاول نتنوع في هذه الاشياء، انه في تمارين الهيت اللي هي ذات الكثافه العاليه، تمارين سريعه ذات الكثافه العاليه، في تمارين كارديو، في رياضات ثانيه غير الحديد، فانه هو شامل لكل شيء، انه الرياضه مو بس شيل اوزان وشيل اثقال وخلاص، مجموعه اشياء كامله. فاحنا بنحاول نتعمق في كل مره في مجال متخصص ثاني. لم سالتك عن حاجه مره مهمه، حكايه الموديلنج. الناس دائما وابدا تخلط ما بين اذا كان الشخص رياضي او عنده اهتمامات ثانيه، او يعني اذا بدا في مجال خلاص لا تتكلم في اي مجال ثاني او لا تتدخل في مجال ثاني.
كيف قدرت تقنع الناس الموجودين انه ممكن لا ان اكون؟ لانه دائما الموديل ما يعني ما يظهر شخصيته، دائما صامت ودائما ما عنده مو واضح بفكره معينه، او اغلبهم تلاقيهم موظفين بنوك، هذا اللي يعني لاحظته. فابغى اعرف قد ايش فادك او ضرك، وكيف كان يعني استيعاب الناس لهذه الفكره؟ بالعكس، طبعا هي رياضه واسلوب حياه بالنسبه لي انا، اسلوب حياه في لي اكثر من 10 سنين على نفس النظام. يعني استمراريه ونمط واحد من غير تغيير. طبعا طبعا، المشكله نظره الناس دائما زي ما قلت لك للاعب الحديد او اللي تتمرن انه جسم منفخ وخلاص اوزانه خلاص. وهذا الحلو اللي غير منظور الناس في هذا الشيء، انه انا صحي كموديل اول ما كنت اتمرن يعني جسمي بدا يضبط، فناس ايش رايك تجرب هذا اللبس؟ بيطلع حلو، طب ايش رايك تعرض لنا هذا؟ طب ايش رايك تعرض؟ فمره على مره بدا تخش عندي فكره المودلينج. والحمد لله مشيت وظبطت. كانت قوه بالنسبه لك عشان ربطتها بالرياضه وانت طبعًا يعني طبعًا مثقف رياضه المفروض. في نفس الوقت انا يعني فاشن موديل وفيتنس موديل في نفس الوقت. طب حلو، يعني عماد خلينا نكون صريحين شويه ونتكلم عن برنامج فتنس تحديدا. كثير من البرامج الرياضيه الموجوده على اليوتيوب، فنبي نعرف ايش اللي بيميزكم عن غيركم، ولا ايش يخليني انا ابحث عن برنامجكم واتعلم منكم وما ابحث عن برامج ثانيه ممكن تكون اوسع واقدم منكم في هذا المجال؟ برنامجنا يتميز بالتنوع، يعني احنا مجموعه شباب سعوديين، ما اقدر اقول انه احنا اول برنامج يوتيوب رياضي سعودي، بس انه كفريق متكامل يمكن يكون الاول، بفريق انتاج، بمعد، بمخرج، بكل حاجه. زي ما قلت لك احنا بنحاول نتفرع في الرياضات، وانه بنعلم الناس انه هذا ترى اسلوب حياه، انه مو بس برنامج تمرين اسوي وشيل احط وارفع. بنعلمك كيف تتمرن، كيف تاكل، كيف تستخدم مكملاتك الغذائيه. ما انا سمتك هذه الرياضات، في بنتكلم عن رياضه التايكوندو، عن الكروسفيت، عن تقريبا تجمع بالرياضات مختلفه كل في برنامج شيء. واحد وحيبان معاكم في السيزون الثاني ان شاء الله اللي الان راح يبدا طبعا. ايوه ان شاء الله بدانا، دخلنا انتاج وتصويره، فحيبدا ان شاء الله قريب. بس رياضات دفاع النفس في مختصين حيكونوا معاكم طبعا؟ طبعا طبعا. واحد فيكم، في احد فيكم لاعب في احد دفاع؟ لا، فبنجيب ناس مختصين بنستضيفهم في البرنامج طبعا. حلو، وقتها تعرف ايش لما يسووا زي ما احنا بنسوي في البرنامج، اوقات نجيب الاعلام. احنا ايش نسوي في ساعه شباب؟ دائما نحاول نجيب المفارقات ونقاط التلاقي بين رياضه والثانيه، وايش ممكن الواحد يسوي عشان يمارس رياضتين، هل ينفع او ما ينفع، فهمت علي؟ اعتقد الناس حتى طبعا استمتع فيها. طبعا طبعا حيدوروا عليه وحيشوفوا الفرق بين الرياضات اكيد. طبعا نحن كمان متحمسين للموسم الثاني، فايش التجهيزات اللي بتستعدوا لها لهذا الموسم؟ عندنا رياضيين من مجالات مختلفه، مختصين ومحترفين. ما شاء الله الشباب السعودي بدأ دحين ياخذوا شهادات في التغذية وفي التمارين، زي الكروسفيت، زي ما الكاراتيه والجودو والتايكوندو والايكيدو، فحنستضيفهم كلهم في البرنامج. ايكيدو صار ياخذوا شهادات فيه اخيرا؟ ما شاء الله في ناس بيخشوا بطولات برا. انا افتكر من 12 سنه بديتها ما كانت محترف فيها نهائيا. كانت هي ممتعه ولها يعني حتى حركاتها مختلفه تماما، وفيها صمود وفيها ركوز، بس ما كانت محترفه. بس كويس انه الان صار في شهادات، ممتاز. شيء تغيير. وزي ما بتشوفوا بنمشي مع الترند، في ترندز للرياضات. زي زمان كان معروف عند البنات الزومبا، بعدين بدا شوي يموت، بدا خش اليوغا، خش البيلاتس. عند الشباب نفس الشيء، كان في الحديد، بعدين دخلوا بالكيك بوكسينج، بس دحين صار تاي تشي كمان رياضه جديده. مظبوط. ودحين دخل الكروسفيت، والكروسفيت مسوي هايب كبير في السوق طبعا. فلازم احنا نستضيف بعض الناس المختصين في هذا، احنا ما نقدر يعني نتكلم في ذا المجال، بس نستضيفهم عندنا في البرنامج. جميل جدا. حلو. والله مجهود قوي حتى حتسووه، وما هو بسيط ابدا عشان ناس تبى تاخذ من مرجع ممتاز. والله لم تغيير البنات ايش لهم؟ ان شاء الله برضه في ان شاء الله حيكون في تحضير للبنات في السيزون الثاني. حنجيب رياضيات برضه محترفين. حيدوا فقرات للبنات كيف طريقه التغذيه، وايش برضه المكملات الغذائيه اللي يحتاجوها البنات. يعني حيكون البرنامج منوع متكامل. يس. طب قدام ما حتفكروا تضيفوا مع الفريق احد الرياضيات المعروفات؟ والله اذا احد كان يتقبل ليش لا، بالعكس نرحب بها. طب رساله اخيره عماد حابين توجهوها للجمهور الشباب المهتم بالرياضه والغير مهتم؟ اي في مقوله يقول لك الجسم هيومن باديز ار بيلت تو موف، الجسم خلق ليتحرك. فاتمنى انه كل الناس الاكتف ولا ان اكتف
يقوموا يسووا رياضه ويتبعوا يعني نظام صحي متكامل. يعني هو الجسم زي الطفل، يحتاج تاكله وتنتبه عليه وتغذيه كويس، غصبا عنه حيصير في نتيجه. فاذا اتبعوا هذا النظام حيكون في نتائج، واتمنى من الشعب كله يعني. ونحن اكيد والله نتمنى كثير بوجودكم ان شاء الله، بوجود كثير من الناس الرياضيين والمثقفين. يعطيك العافيه عماد اسكندران على وجودك اليوم. شكرا. وان شاء الله نشوف الجديد والكثير من انواع الرياضه. كثير من الناس اللي يعتقدوا انه الرياضه هي يعني مجرد روحت نادي ورجعه وانتهى الموضوع وينسوا موضوع الاكل، حتى الاكل ايضا له مجال، ودائما بنحاول نذكر بهذا الموضوع من خلال فقراتنا وحلقاتنا الجايه. برضه حنعرفكم على كيفيه الغذاء السليم زي ما بنعرفكم كل الاسابيع اللي فاتت. واكيد مكملين معكم بفقراتنا، حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.